أكيد إنك تعبتي مثلي يا أختي لما المسافات الطويلة. زي ما تبى حد يخاويك، أنا ما صدقت إني شفتك. تخاويني يا مرحبابك، أبرك الساعات. من هذا القصيد يا ويه الخير؟ أمكلمك. أنا أشهد إنك شاعر. شو اللي استوى وفتشت عقدة رسالة؟ شوفت واقفة تطالعين ناقة الشاعر. ليش ما عرستي للحين؟ أنا سالفتي سالفة يا سلمى. ما حد شاغل بالك غير بهالظاهر القصيدة. بغيتك في كلمة راس. كيف تقولي لها أبغى أرمسك بروحك؟ قصتي منك ما رمس غانم، أنت بتخطب أختي. أظن بفلوسها تروم تشتري لها ريل؟ سنين وأنا أشقى وأتعب عشان أحافظ على فلوسك، أخرت هاي الرمسة؟ البنات اللي بسناي عرسن، وين أتري ولد عمي يظهر لنا؟ بشارة أن ولد عمك ناصر حي. الحين عقب ما تم حير البنت 10 سنين، جاي يقول صبروا علي سنتين؟ أبى على كيفك. ليتك تدري بالحادث.